استلم على الكتاب، شوف ازاي نعمل كيو ار او كود معين، اول ما تشوفه بالموبايل يروح جايب لك فيديو، جايب لك موقع وهكذا. اقول له كريت نيو لينك، بيقول لي عايز كيو ار كود ولا تشتري ووتر مارك ولا شورت يو ار ال. اقول له انا عايز كيو ار كود، بيقول لي انا اختار الاسم، اديله مثلا اسم. طيب عايزه تشتري ووتر مارك، هيبقى مجرد ما بكرر حاجه كده، او عايز كيو ار كود، اقول له نكست كده. التطبيق بتاع الموبايل اول ما تقربه من الصوره اللي هتبقى موجوده هيجيب لك فيديو ويجيب لك صور وهكذا. مثلا هنا هتبدا تديله اسم، مثلا ريم اريبيا. اوكي هنا المحتوى تبدا تديله بقى فيديو معين اهو. اوكي طيب بدل الفيديو ممكن تديله صوره، وبعد كده كل زرار من دول تبدا تديله الموقع اللي انت عايزه يفتح معاه، وتديله اسم معين، وتديله شكل ايقونه، وده برضه نفس الفكره، ايقونه وموقع وخلاص. وتقدر تضيف اكتر من زرار، تقول له بابلش، خلاص هو هيبدا يدي كيو ار كود بالشكل دوت. تقدر تدون له جي بي جي او اي بي اس، اول ما تقرب التطبيق منه يبدا يفتح لك الشاشه بالشكل دوت. التطبيق بتاع الموبايل اهوت، تقدر تحمله عندك سواء اندرويد او ايفون.